هامش الاجتماع السنوي للمنسقين الوطنيين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التوقيع اليوم على برنامج التعاون التقني والتكوين بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهذا البرنامج التقني يعني يعد بمثابة خارطة الطريق للتعاون بين الوكالة والمغرب، ويتعلق هذا التعاون في مجال التقني والتكوين، وهذه المجالات تضم يعني الاستعمالات النووية والإشعاعية السلمية، ويتعلق الأمر بعدة مجالات منها الصحة والطاقة والفلاحة والماء والأمن والأمان وكذلك الصناعة.